السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية من العناوين. في العنوان الأول، بجهود ذاتية المنظمات الإنسانية والمتطوعون يجمعون مؤونة رمضان للفقراء والحكومة تتفرج. العنوان الثاني، غياب الأمن والقانون يقود مجموعة من الشباب إلى تهديد خياط بالميليشيات بعد ضربه في محافظة صلاح الدين. في العناوين أيضا، انقطاع الكهرباء في أغلب محافظات العراق مشكلة تؤزم حياة العراقيين مع ارتفاع درجات الحرارة. وفي آخر العناوين لدينا، عودة مشكلة نفوق الأسماك بكميات كبيرة في العراق دليل على غياب المعالجة الناجعة من السلطة. أهلا بكم. استنفرت المساجد والمتطوعون وأصحاب المنظمات الإنسانية في مدينة الفلوجة ومدينة الرمادي وجميع مناطق محافظة الأنبار لتجهيز السلال الغذائية للفقراء والأيتام والمحتاجين في شهر رمضان المبارك. فلنشاهد. توزيع السلال الغذائية الرمضانية إلى عوائل الأيتام والمتعففين في مدينة الفلوجة قدمها المحسنون وأهل الخير في هذا الشهر الكريم. فنشاهد. يلا شيخ. وقف وقف على كيفك حجي. ثلاثة ثلاثة. مطبخ الخيرات في مدينة الفلوجة جهز اليوم وجبة إفطار متكاملة إلى 80 عائلة في مدينة الفلوجة بتبرع من أحد الأشخاص. فنشاهد. دائما ما نشاهد في شهر رمضان السباق الذي يشارك فيه كثيرون حقيقة من فاعلي الخير، من المتبرعين، من المقتدرين على مساعدة غيرهم من الفقراء والمحتاجين في هذا الشهر المبارك. هناك حقيقة تعاضد أحيانا يكون من قبل مجموعات أفراد يشكلون مجموعات من أجل دعم الفقراء والمحتاجين في هذا الشهر الكريم. منظمات إنسانية كذلك تقوم بواجبها، لكن أين دور أصحاب المليارات، أنا أقصد هنا السلطة، الحكومة الموجودة في بغداد، المسؤولين، الوزراء؟ لماذا لا نشاهدهم يقومون بمساعدة الفقراء والمحتاجين والذين وصلت نسبتهم في العراق إلى أكثر من 35% بحسب إحصائيات حكومية ورسمية؟ إذن كيف تترك هذه العوائل من قبل السلطة ويبقى الحمل على كاهل المواطن البسيط المقتدر وإن كان، لكنه لن يستطيع
مساعدة كل هذه الأعداد الضخمة من المحتاجين. ننتقل إلى موضوع آخر، موضوع في غاية الخطورة وفي غاية الأهمية، وهو متعلق بالوضع الأمني في العراق. حدثت مشادة كلامية بين صاحب محل خياطة وطلاب في الأقسام الداخلية في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين. تطور هذا الموضوع إلى حدوث مشاجرة كبيرة بعد أن هدد الطلبة الوافدون صاحب المحل بميليشيا سرايا السلام، وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب. فنشاهد. دعونا نشاهد من زاوية أخرى. طلبة الأقسام الداخلية الوافدين إلى مدينة سامراء يعتدون على أهالي المدينة هذه المرة ويقطعون الشارع بعد استعانتهم بميليشيا سرايا السلام من خلال تهديدهم دون أي تدخل من الشرطة ومن قوات الأمن. فنشاهد. الأقسام الداخلية صور من صور صور خالص رايك وينك يا سيد العالم؟ لا 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 خطية لا 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 ما شاهدتموه الآن كان بحضور الشرطة ولكن بعيدا عن تدخلها. رئيس مجلس محافظة صلاح الدين أحمد الكريم تحدث أمام رئيس البرلمان محمد الحلبوسي عن تجاوزات العتبة المقدسة في سامراء على أملاك المواطنين وعدم تعويضهم وغلق العتبة للمدينة القديمة في سامراء أمام أهلها وأمام أصحاب الأملاك هناك، وكذلك منع القائمين على العتبة الوصول أصحاب الأراضي المحيطة إلى مناطقهم أو إلى أراضيهم نظراً لسيطرتها عليها أو سيطرة القائمين على العتبة على هذه المناطق. نربط ما شاهدتموه قبل قليل مع ما ستشاهدونه الآن بقضية الغياب الواضح والتام للملف الأمني وللملف القضائي وللقانون العادل والحاكم بين كل الأطراف المتخاصمة المتنازعة التي تجور بعضها على بعض. غياب تام لكل هذه المشاهد الأمنية النظامية القانونية في العراق. فدعونا نشاهد. سيد رئيس مجلس النواب، لدينا أيضا مشكلة أخرى وهذه سبق وتم التباحث بها والتطرق بها، وهي مشكلة السامراء. حقيقة شكرنا وتقديرنا للأجهزة الأمنية والقادة الأمنية في قضاء سامراء، رايتهم بيضاء، يبذلون الجهد، ولكن موضوع المرقدين والأملاك حول العتبة العسكرية وهذه المنطقة التي فيها الآلاف من المنازل والمحلات، يا أما أن يكون حلاً من السيد رئيس الوزراء أو يشملون بتعويض أسوة ببقية المناطق.
لأنهم أملاكهم مغلقة عبر سنين طوال حقيقة، من 2000 منذ التفجير الإرهابي الذي ألحق الضرر بكل العراق وليس فقط بهذا الشيء. طبعا المتحدث الذي شاهدتموه قبل قليل هو محافظ صلاح الدين، رئيس مجلس المحافظة، هو مسؤول، لديه حمايات ولديه شرطة، الشرطة المحلية تحت إمرته، ويسيطر ويحكم، ومع ذلك هو يستجير برئيس الوزراء وبرئيس البرلمان، لعل وعسى أن يصل هذا الطلب إلى رئيس الوزراء ورئيس البرلمان إن استطاعوا أن يتدخلوا ويبعدوا احتكار وسيطرة هذه الجهات، إن كانت حزبية، إن كانت ميليشياوية، إن كانت رسمية، عن الأراضي التابعة لمدنيين قرب العتبات المقدسة في مدينة سامراء. لكن نظرا لتكرار هذه المطالبات وتكرار هذا الموضوع، يبدو أن هناك غياب للتحرك في معالجة أي قضية من هذه القضايا التي تمس الأمن وتطعن في القانون، تخرق القانون، بعيدة كل البعد عن اللجوء إلى الأساليب القانونية وإلى الأساليب القضائية العادلة. حدثت مظاهرة احتجاجية قرب مديرية الكهرباء بمدينة الديوانية في محافظة القادسية بسبب انقطاع التيار الكهربائي في أغلب أحياء المحافظة. دعونا نشاهد. اشتكى مواطن من مدينة الديوانية أيضا وصور عمود إنارة مائل، والذي قد يتسبب بمشكلة في حال سقوطه على أسلاك الكهرباء المحيطة به. يتساءل أين دائرة الكهرباء من هذا الخلل، ولماذا لا يتم معالجة هكذا أمور قبل أن تحدث الكارثة؟ دعونا نشاهد. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم رسالتنا دائرة الكهرباء، يعني ما أدري أتم علم لو ما أتم علم، هذا التيل حاليا يم الأقسام الداخلية، تشوفون الميول مالته وضع مائل باتجاه الشارع، وهاي سيارات جاية تمر من جوا، شوفوا أبو الانتر وهذا أبو الدراجة، يعني هذا إذا وقع حسه على سيارة وسواله قدر، يعني ما أدري، ترى علاجه بسيط جدا. وهاي الكابلات جوا كابلات كهرباء، فإذا وقع الكابلات مال الكهرباء نفس الشيء ما يسوي لكم كارثة، فإحنا ليش ندوس عجني ونصيح اسم الله؟ عالج الموضوع من البداية حتى ما يصير لكم كارثة، تجون تعالجون كابلات وصيانة تصير عليكم هواية، وبالمقابل خاف سيارة تتأذى وعائلة تتأذى. ف رسالتنا نتمنى توصل دارة الكهرباء حتى يعالجون الموقف سريعا. تحياتي. شكوى أخرى، وهذه المرة من مدينة كربلاء على قطاع جنوبي للمحافظة. قطاع الكهرباء هناك يعاني المواطنون منه بسبب انقطاعه المستمر. هذه المناطق وإحداها تعاني من انقطاع الكهرباء بسبب خلل منذ أسبوع، رغم تقديم شكاوى لكن لم يخرج أحد لإصلاح الخلل إلا بدفع مبالغ مالية بحسب قول المواطن، أي رشوة. دعونا نشاهد. أريا كربلاء، وهاي العالم صار لها أسبوع بدون كهرباء، ذن سياراتهم وما يطلعون إذا مو فلوس، ذن العجلات مالتهم وهاي الدارة ما يطلعون إذا مو فلوس، حاطينهم اثنين ناقة قاعدين، وهذا القطاع الجنوبي، وأريد نشوف المحافظ كربلاء واقف هنا، هاي الدارة كم واحد بيها؟ فارغة انت ما بيها ولا واحد، مو جابوا هاي الدارة اللي بكربلاء، وهذا يشوفون هاي ما بيها ولا واحد، وأريد نشوف هسه ناب محافظ المحافظ خليجي، وهسه احنا رايحين المحافظة، وهذا التصوير بين سياراتهم هنا وما يطلعون من البارحة، جيناهم اول بارحة جيناهم وصار لهم اسبوع،
هذين عجلات، هذين شوف عجلاتهم نايمين ببيوتهم، نايمين ببيوتهم بين السالفة ما يطلع إلا ما يأخذ له 25-20، وهاي نصف المنطقة ما بيها كهرباء. وهاي السلام عليكم. الله يساعدك. صلاة مقبولة، صلاة مقبولة. شو وقت الطرح؟ شو وقت الطرح؟ من بيوت طافية. عطل مسجل عندهم. ها؟ عطل مسجل. عطل مسجل شو وقت الطرح؟ من السيارات ولا؟ يعني السرعة؟ شو وقت السرعة؟ شو وقت السرعة؟ هاي العالم ترى صار أسبوع يعني شنو ما كهرباء؟ ننتقل إلى موضوع آخر، موضوع كان قد حدث سابقا وأثار ضجة كبيرة، لكنه يعود مرة أخرى ليثبت الضعف الحقيقي في معالجة الأزمات الموجود في العراق، إن كان من مسؤول محلي أو إن كان من مسؤول الدولة بشكل عام. نفوق الأسماك في نهر العشار في محافظة البصرة السبب مجهولا كما حدث سابقا، وهناك من يرجح أنه بسبب تلوث المياه بمياه الصرف الصحي التي ترمى في الأنهر دون معالجة، فضلا عن المخلفات الصناعية التي يتم رميها فيه. فلنشاهد. ننتقل من البصرة جنوبا إلى محافظة الأنبار غربا. نفوق الأسماك في قضاء الحبانية منطقة أبو فليس بمحافظة الأنبار بسبب إصابة الأسماك بفيروس قاتل، نظرا لدخول أقفاص لتربية الأسماك ملوثة. هذه الأقفاص وجهت إدارة مجلس المحافظة دائرة البيئة والزراعة برفع هذه الأقفاص وعدم إعطاء أي موافقة لنصب مثلها، لكن بعد فوات الأوان. دعونا نشاهد. أهلا بكم من جديد. قد يكون هذا آخر منشور لي، وهذه الصورة آخر ما أستطيع إيصاله إلى مرضى ثلاسيميا وأنا في طريقي إلى سجن إيلام المركزي، حيث بعد 4 أيام قد يحكم علي من 10 إلى 20 سنة. كان هذا آخر ما كتبه الناشط المدني علاء العبودي على صفحته بعد أن اعتقلته السلطات الإيرانية على الحدود وهو يحاول إدخال علاج لمرضى الثلاسيميا. فنشاهد. هاي اخواني، شوف هاي الابر مال الديسفيرال، هذه ابر الديسفيرال اللي ضروريه للمرضى على مود يعيشون. فانا ادخلها عن طريق ايران، عن طريق طبعا مجموعه من الاخوه جزاهم الله الف خير، نشتريها من ايران بسعر رخيصه،
الاكس باير مالته مضبوط يعني ما بي شيء، وندخله نتاكد من عده ونعرضه على خبير هنا كبير يعني نتخذ كل الاجراءات الاحترازيه من عده ونشتريه وندخله. وزاره الصحه الفاشله اللي ما قدرت توفره خلال مده سنتين، احنا سنتين نجمع لي هاي بين فتره وفتره كل 15 20 يوم او شهر شهرين نجيب لنا وجبه زينه ونوزعها على المرضى مستشفى الزهراء مجانا مجانا، يعني مو قضيه ثانيه، قضيه انسانيه بحته، فلا يستغلها احد انه قضيه الكم شمالتي او ما ادري شنو لاسباب رخيصه. زين هذا من جانب. من جانب ثاني معناته اذا ظهر لكم هذا الفيديو انه اني طحت بشده واسال مرضى الثلاسيميا انه يدعوا لي، طبعا هم ما يعرفون انه انا كشخص انه انا. تعالوا نشاهد التعليقات التي جاءت على هذا المقطع في موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي. في اول تعليق لدينا علي يقول الله يفرج عنا لو جاي بكريستال كان حطوه على راسهم، حاله انسانيه، رجل ما فعل الا الخير. يعني هكذا يرى المواطنون تعامل الحكومه المتناقض ما بين من يدخلون المخدرات ويلقى القبض عليهم ثم يخرجون ببراءه، وما بين من يحاول ان يساعد. حسين يقول هاي قشمرة لو يهرب زيبق أو زئبق ما حد كان اعتقله. في تعليق آخر أبو مرتضى يقول يعني مثل هذا الشخص يعتقل وعديل حمود تكرم، شلون دنيا غبرة؟ يقصد وزيرة الصحة عديل حمود التي بسببها أو بفترة حكمها تدهور جدا قطاع الصحة أكثر مما كان متدهورا بالفترات السابقة. كاثي تقول لو تهرب غير شيء كان طلع البطاط وحماك. طبعا الحديث عن واثق البطاط زعيم ميليشيا جيش المختار الذي يدافع عن من يقومون بتهريب المادة الزئبق والمادة الكريستال والمخدرات، في حين لا صوت له مع هذه الحالات. ساجر يقول ليش والله لو يتاجر مخدرات ما حد يعتقله، بس عمل إنساني وشريف ما حد يخليه. نفس الموضوع، هناك مقارنات كثيرة مع أحداث سابقة حدثت مع قضية المعمم الإيراني الذي دخل والضابط الذي دخل إلى السجن الآن بعد أن اعتقل معمما كان قد أدخل المخدرات معه. حالات مقارنة تحدث. أحمد يقول لو جاء بكريستال كان هسه أنت خط أحمر وتاج راس. كانت هذه التعليقات التي لدينا. كما تابعتم مشاهدينا الكرام، هناك كيل بمكيالين من الجميع تقريبا في العراق، من سياسيين ومن ميليشيات، ممن يتحدثون ويهددون ويتوعدون ويدافعون باستقتال عن إيران وما تأتي به إيران إلى العراق من معممين يحملون مخدرات أو يحملون سلاح أو يحملون أمراض أو قد يأتون بأفكار هدامة تدمر هذا المجتمع وتفككه، في حين يعتقل ويحارب من يقف أو يعمل بمبدئه بوطنيته بإخلاصه لهذا البلد أو حبه له، ويعادى من قبل القائمين على السلطة ومن قبل الميليشيات ومن قبل من يدعمون أو تدعمهم إيران. نراكم بعد قليل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. الوسم هو إيران تعدم المنتج المحلي. دعونا نشاهد التغريدات التي جاءت على هذا الموضوع. جود تقول وتعدم كل شيء عراقي من الصناعة إلى الزراعة، واليوم الموانئ تريد إيران احتلالها، والشعب شعب نايم، والحكومة مجموعة من العملاء باعوا الوطن كله لإيران. في تغريدة أخرى باسم الأنصاري يقول لا تجعل من العراق مستهلك من الدرجة الأولى للبضائع الإيرانية على حساب المنتج العراقي والاقتصاد ككل. هناك غضب من قضية المنتجات الإيرانية وملئها للأسواق العراقية وملئها طبعا ليست فقط البضائع الغذائية، هناك منتجات بكافة أنواعها تأتي من إيران بجودات منخفضة وقد تكون منتهية الصلاحية في بعض الأحيان، لكن تجارة تحدث وتخدم إيران. بدرية تقول الخطورة الإيرانية على العراق ليتها تقف على المنتجات فقط، أنقذوا بلاد الرافدين من ملال إيران.
من المسؤولين، من المعممين، من زعماء الميليشيات الذين سيطروا على المشهد الأمني والاقتصادي والسياسي والعسكري، ويعني لم يبقوا في هذا البلد أي جزء لم يسيطروا عليه ولم يضعوا يدهم عليه. في آخر التغريدات لدينا تهاني تقول: وتدمر كل المحاولات للنهوض بالاقتصاد العراقي، أهم شيء عند حكومتنا إيران وإحنا الشعب إن الله. ومثال ودليل سأذكره لكم مشاهدينا الكرام بقضية تعامل السلطة القائمة أو الميليشيات، إن كانت حشد شعبي أو كل ميليشيا جاءت قبل أو بعد هذا الحشد، عندما حدثت قضية الفيضان والسيول التي ضربت المناطق الجنوبية جنوب العراق ومناطق أخرى وأغرقت مدن وأغرقت قرى وهجرت ناس، ذهبت القوافل الإغاثية التي شكلتها ميليشيات الحشد مع غيرهم، ذهبت إلى إيران لدعم الإيرانيين الذين ضربتهم السيول ولكن في إيران، ولم تدعم بسيارة إغاثة واحدة أو بأي شيء العراقيين الذين يتواجدون الآن في العراء بسبب غرق منازلهم وغرق قراهم نتيجة الفيضانات والسيول التي جاءت من إيران. مشاهدينا الكرام، بهذا أصل إلى ختام هذه الحلقة لهذا اليوم. شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.